حبيبي بعد كم يوم بدك تمسك ايدي مثل ما انا ماسكه ايدك. مهند بدك تتحمل. بعد اذنك بقى قبل اعمل هذا اتفرج على فيلم اكشن جامد قوي. اكشن ايه؟ هاتي الرومان سو لافلي. بلا اكشن بلا اغاني، هاتي الريموت ده هاتي. وبعدين انا اللي روحت جبت العيش والجبنه، يعني انا اللي اتفرج بقى. يا اموله مدام بتعيطي اكيد كنت بتتفرجي بقى على مسلسل نور صح؟ انا هروح احضر العشاء مع ماما. ماشي طيب الريموت بقى هتتفرج على ايه يا عبوده؟ هتفرج على كرتون يعني توم وجيري حبه والقبطان عزوز حبه. الله يحفظك انت شويه. يا سلام يا سلام قسمتوها بينكم بقى وانا بقى اللي مش هتفرج. تتفرجي على ايه يا ام ملحق؟ يا اللي كل كحكه وكحكه قد كده يا ام شاده. يا ماما يا ماما يا ماما. انا بالنسبه لي هلغي الوصله واوفر ال 20 جنيه عشان ابن الشحط قاعد في وسط البنات يتفرج على التلفزيون اكل ومرعى وقله صنعه. ايوه يا سيده ايوه. اقعدي بقى سمي في بدني بقى كده الشويه اللي بتفرج عليها. مش هشش. وانت يا ام شاده خلصتي مذاكرتك خشي لي على المطبخ شطبي المواعين. المطبخ يضرب يقلب. ايوه ايوه ما انت ما بتقدريش غير عليا انا في البيت ده وانا الحيطه المايله. ايوه الزرزري لي يا بنت. بتضحك على ايه؟ بتضحك على ايه؟ اتفضل يا راجل البيت اتفرج براحتك. شكرا يا اما شكرا. بقول لك يا سيده اعملي لي لو سمحت شويه سندوتشات كده علشان القعده تحلو. حاضر يا عين امك. بص بقى يا عبد نتفرج على الفيلم الاول ماشي؟ ماشي طب خد الكيل. ايه ده هو ده؟ بنت سعاد الفيلم ده باين عليه مرعب قوي. انت لسه شفت حاجه؟ ايوه انا جاي. اهلا يا حسام اتفضل اتفضل. انا جبت الفلوس يا مرتضى. جبتهم منين؟ من خزن البابا في الشركه. سرقتهم يا حسام؟ تعمل كده ليه يا حبيبي؟ ما كانش عندي حل تاني. طيب طيب خش خش خد لك كاس بسرعه. اهلا يا حسام. انا مش عارف اقول لك ايه يا حبيبي. انا مش مصدق ده انت طلعت اعز من الاخ والصديق. بقول لك ايه؟ اول حاجه تعملها لازم تدي الفلوس للناس الزباله اللي جت هددتنا هنا، واوعى تنسى الشيكات بتاعتي اللي انا مضيت عليها. طبعا طبعا اعتبر ده حصل يا حسام. تاني حاجه الفلوس دي لازم ترجع لي قبل اسبوع، قبل ما بابا يرجع من السفر. لازم تبقى موجودة في الخزنة قبل ما بابا يرجع. اطمن يا حبيبي كلها يومين والحاجات دي هترجع مكانها. ريلاكس تشيرز في صحتك يا مان. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتأخرت ليه يا سي بابا النهاردة؟ لا أبدا طلعت من الشغل اتمشيت شوية. ما انت عارفاني بحب المشي. وعارفة كمان انك بتحب المشي لما يكون ده مشغول. سين سؤال اللي شاغل بالك يا رمضان؟ جيم جواب اجب. انتي بتشتغلي لحد دلوقت؟ ولو انك بتهرب من السؤال بسؤال انما هجاوبك يا سي بابا. انا خلصت شغلي من بدري وكنت بتصفح على النت على مواقع التصميمات العالميه. قوليلي يا هدى انا ممكن اتفرج على اهم الشيفات اللي في العالم واهم الاكلات؟ طبعا يا بابا. وممكن كمان اعمل لك موقع باسمك لو حبيت. ويبقى في الموقع ده كل الأكلات اللي أنا بعملها؟ طبعاً يا بابا كل أكلة أنت بتعرف تعملها أنا ممكن أنزلها لك في الموقع، وممكن كمان أنزلها لك بالصوت والصورة لو حبيت. إزاي يا هدى؟ يعني أصورك وأنت بتعمل الأكل ده وبعدين أنزلها على الموقع زي الشيف اللي بنشوفه في التلفزيون؟ وأحسن كمان. ها قلت إيه يا بابا؟ قلت انك تفرجيني الاول على اهم الشيفات واهم الاكلات وبعدها نعمل الموقع. وهتسمي الموقع ايه؟ هسميه الشيف رمضان، اكلا مقبولا وطعاما شهيا. لما نشوف ايه اللي في الميموري كارد ده. الله ايه ده؟ الاستحواذ على المناطق التي بناها الخديوي اسماعيل
في القرن 19. يخرب بيتك، عايز تستولي على مباني الخديوي؟ نشوف حاجة تانية. ايه ده يا مذكور؟ ايه ده؟ معقولة؟ مش ممكن. لا 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 لا، شكلك وقعت ومحدش سمى عليك. كل الأسرار دي بقت عندي. نشوف حاجة تالتة. هي كده، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. وسلم لي على الميموري كارت يا مذكور. رادي ولا رادي؟ رادي يا رادي، رادي ايه يا عم؟ من الصبح عمال انده عليك يا عم، انت ايه سامعك تقيل ولا ايه يا راضي؟ بس استنى استنى، ده نور سمعتني. ايه ده؟ يعني انت بتسمعي؟ الله، ايه ده؟ ده شبه الواد راضي بالظبط. ولا راضي ده اخوك ده وين ولا ايه؟ انت نور، وانت اللي رسمتيه؟ حلو قوي خطك على فكره. نور ممكن ترسميني علشان بقى بأديها يعني الهدى حبيبتي؟ يلا يا أنسة نور، يلا نتكل على الله عشان نمشي، العربية جاهزة. ايه ده، وانا كمان هتوصلوني؟ ميرسي خالص، يلا بينا. هاخد بقى دينا عشان تبقي ترسميني على الوش التاني بقى. معلش والله، يعني انا مش هعطلكم، انا في طريق ويعني كده كده احنا مش مروحين. ايه ده؟ امال احنا هنروح فين؟ بقولك يا عم فوزي. نعم يا عبودة حبيبي. هي الأنسة نور بتسمع ازاي يعني؟ هي مش زي راضي؟ لا يا عبودة يا ابني، الحالة اللي عند الست نور حالة خاصة، وإن شاء الله إن شاء الله هتخف عن قريب، ادعي لها. إن شاء الله تخف وهي وكل اللي زيها. بس حاجة عارضة ازاي يعني؟ أنا مش فاهم. أنا أحكي لك يا ابني. من سنتين الأنسة نور والدتها كانوا مسافرين اسكندرية، وقدر الله ما شاء فعل، العربية اتقلبت بيهم يا عيني. والدتها توفت في الحادثة، وهي من الصدمة يا حبيبتي جات لها الحالة اللي هي فيها دي. ادعي لها ربنا يشفيها يا ابني. يا رب يا رب. طب وهي عايشة مع مين دلوقتي؟ مع والدها الدكتور ياسين عبد المنعم، أشهر دكتور قلب موجود في مصر. ألا، طب ومعالجهاش ليه؟ لا، مش تخصصه. الدكتور ياسين عبد المنعم تخصص جراحة القلب. لا يعني انا قصدي هو ما وداش ليه الدكاتره يعني؟ اكيد ليه دكاتره اصحاب يعني. يا عبوده يا ابني، ده عرضها على اكبر دكاتره في مصر وبره مصر كمان، دول عملوا عليها جلسات وكونسلتو، بس الحمد لله طمنونا وبشرونا ان الشفاء قريب ان شاء الله. ان شاء الله. طب وهي بتروح ليه دار الرعايه يعني؟ انا اقول لك يا حبيبي، هي بتحس بيهم وبتحبهم عشان عايشه الحاله بتاعتهم، فبتحس بيهم، بتحس بيهم قوي. الله، جميله والله العظيم. طيبة يعني، ملاك والله. طيبه يا عبوده، صعب عليا قوي. طيبه وبتاعت ربنا قوي، بتاعت ربنا صعب عليا قوي. ولازم نقف في شدتهم بقى دي معاهم يعني، لازم نلعب معاهم مع فواز. يلا نلعب، يلا يلا. لا، برافو عليك يا أنسة شيرين، مذاكرة ومستواكي في تقدم دايما. البركة في حضرتك يا دكتور معتز. لا، أنا لسه ما بقتش دكتور، أنا لسه بس معايا الماجستير. إن شاء الله هتاخد الدكتوراه وهتبقى أحسن دكتور في الكيمستري. الله يبارك لك يا أنسة شيرين. بقول لك إيه يا دكتور؟ ما بلاش حكاية أنسة دي. حاضر، بس أنت كمان بطلي كلمة دكتور دي. حاضر يا دكتور. سوري. حاضر يا معتز. تعرفي يا شيرين، على الرغم من اني باكني لوالدك كل الاحترام وما انساش ابدا ان انت ساعدتيني اني اشتغل في مصنع الكيماويات بتاعه، الا انك مختلفه تماما عن باباكي. ازاي بقى؟ يعني
اما بقعد معاكي كده بحس انك زينا. سامحيني على اللفظ اللي هقوله ده من الارياف، على سجيتك كده وبدون تكليف. طب وبابا؟ لا باباكي حاجه مختلفه خالص، بحس انه ليه هبه كده وتخافي منه. بالعكس بقى، ده بابا طيب قوي. انا ما قلتش حاجه، انا بقول بس اللي بحسه. انت عارف يا معتز، لما كنت بشوفك في الكليه انا وصحابي مع طلبه الماجستير كنا بنقول عليك دحيح. دحيح؟ اشمعنى بقى؟ اصلك كنت بتبقى واخدها جد قوي وما كنتش بتضحك خالص، بس لما عرفتك على حقيقتك عرفت قد ايه انت شخصيه طيبه. ده كله من ذوقك يا شيرين. نقوم بقى عشان اتاخرنا. يا متر الحساب، يا متر تسمح لي؟ انت بتعملي ايه؟ لا ده انا فلاح وافهم في الاصول.